صباح الخير. هاستا لويغو. لا بلي داغ اي دو غوتور. بوكو؟ بوكو؟ بغيت غير نفهم عباد الله. المهم بعدا نصبح عليكم، نشوف كي صبحتوا، لاباس عليكم، مزيانين بخير، هانية، كلشي لاباس، لافامي لاباس، صافا بخير لافامي. واش من اون فامر كبير راهم كيرجفوا كيما والله. ايه هو ابيض نقول لهم واش الموقع ابيض. زدت شويه الضو باسكو قبل سيتي تو في نيمبورتو كوا لا سيتي هو باش نقص الضو. لا ها شنو هي ديالك؟ انا نزيد دابا عاود جات الشميشه، غير صايبنا الضو منا جات الشميشه منا. دابا مزيان دابا خير. المهم البنات ركابية راهم يرجفوا، جيت خارجة ما بيا ما عليا، هزا حليوة دايرها في مي شوية، فواد كيرقب دقت الباب وفواد كيرقب مسرج نقول ليه بوليس البوليس البوليس البوليس، وانا تخلع انا صحبت نهض اللوطو كراها في شي بلاصة زعما ماشي خاصو شي كاري فيها. حتى لا واحد النهار وقعت ليه كاريتها في واحد البلاصة ومكتبوا لا بانو، حيت نورمالمون ممنوع تكاري وكيديروا لكم ان بانو ماشي اون دغوا تسو كاري في الليل. Mais si par exemple ils déroulent les taureaux, ils photos les taureaux, ou là ils déroulent une ouverture comme ça, tu vois. Donc n'har ma déroulent, j'ai pas vu. Et donc n'har déroulent un marché, tu vois. Zamal l'ouverture, ils sont mis, ils marchent sur le marché, tu vois. On a garé tout de suite très, sur les places de parking. Où j'ai eu le boulet, sur quoi, Mzia, ou un, y a affiné. مزيا واحد يعرفني وقال البوليس وها نهار فين يسكن تو عاد. تعرف لما دقوا علينا، تعرف لما دقوا علينا الخمسة د الصباح طفقنا ناعسين، واحد الخلعة واحد الخلعة طق 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 ركن في الدقة نتاع البوليس. واحد النهار عاود جارنا شنو درنا وايا، واحد النهار عاود جارنا مسكين مسكين بالخلعة خرج بالشورت كيجري خرج بالشورت السم نتاع البرد، تعرفوا ما عندوش شوفاج لداخل ويسمع البوليس خرج بالشورت ما حس براسو مسكين والسم نتاع البرد كانت المشتى. المهم دقوا علينا وشاف الكاسك بحال نتاع البوليس، راكم عارفين هذوك اللي كيديروا لابوست عندهم لي كاسك بحال نتاع البوليس والجيلي بحال ديال البوليس. هو شاف غير راسو الجيلي قال لك صافي البوليس نتاع البيسكيت هما اللي جاو، وقال البوليس البوليس حي وتلف وما عرفش. انا دهشني معاه ركابيه يا البنات قسما بالله الا قالوا لكم انا قلت لك البوليس الخلعه كتفشل الركابي، الخلعه كتفشل الركابي صافي ما بقيتش ركابيه، ما بقيتش كنحس بهم كي لتخو كي حتى انا مسترجم. ها هي ها هي ها نصورها لكم، ها هي دي تابعانا فين ما مشينا نقلبها لكم تشوفوا. ساعه سقطت غير لابوست انا تحرك البوليس بالبيسكليت. يلا شوف واش غيتفوت حدانا ولا لا، غيتفوت غير ما تصورها. ها هي شتوها فاتت. راه كاين الشتا يا البنات، كانت تصبط الشتا دابا خرجت شي الشميشه. بون قلت لكم قبيله صباح الخير على البليضه. ما عرفتش انايا علاش بنادم كتوري له فين يمشي يشري حوايج ويقول لك واش داك واش انت البليضه توري لنا فين نشريو حوايج. واش واحد قال لك هكا؟ وي شكون؟ بزاف. كيفاش واش ما عرفتش انتم يمكن انا فخوره انا نكون مغربيه وجيت هنايا ومفتخره بالاصل ديالي انا بليضه وافتخر جو فيغ شنو هي فيغ بفيغ كو جو سو بليضه زدت في المغرب وكبرت في المغرب. علاش ما تقوليلوش لا بليضه دار لان ليسونس اون سوسيولوجي تو تا كوا ما ما باغ اكزومبل باسكو سي سور كو اللي قال لك هكا الى غيان. لا بليضه جات وفرضت الراي ديال فرضت الوجود ديالها. لا بليضه جات وماشي هي اللي كتمشي كدور الخدامي في الشركات اللي كبارين هما اللي كيجيو كيلغاو لها كيقول لها روحي خدمي معنا لا بليضه. انتم شنو درتو؟ المهم انا ما غاديش نعاير، انا شتي هذوك اللي كنهضر عليهم عارفين راسهم شكون هما فهمتوا. صافي انا غير باغي نوضح هذه القضيه انني بليضه وافتخر وافتخر، ولا كيما كيفاش كيقولوا لها عاود الاخر كاين لابليضاغ وكاين كلاندويا المهم بالعربيه كيردوها كلاندويا. انت كلاندويا زعما حراقه جايه من البلاد، مالي حرقت جايه بورقيه بفيزا ديالي براجلي راجلي جابني عادي
لا لا ما عرفتش هاد الحراقه. ويلا كنت كاع حراقه فياخ نكون حراقه، جيت وخدمت وكافحت، راه الحراق غير اجي يكون حراق، راه حراق خصو يكون عندك القلب حجره باش انك تمشي تحرق وانت ما عارفش المصير ديالك واش غادي توصل ولا ما توصلش. انا اللي كنبقى حاير سي كو سي سي با سي با الكور اللي كيقولوا لنا بلي داخل لا العرب سين انا راه ما فهمتش، انا ما فهمت هادو سي سي في دوك العرب اللي زادوا كوم موا وين اللي زادوا في فرنسا، كبرت في فرنسا فوالا سي كوم سي موا دوما جو في غادي نمشي عند واحد اللي جا من المغرب نقول له اه عنده خدمه احسن بيا بلي داخل، كيفاش هاد البلاد عنده خدمه احسن بيا وراه يربح اكثر الدوبل با جوني انا فوت جو مون فو بوكو غادي نقول الكتاب ديالو الرزق ديالو خصني عاد نفرح نعاود سي ولد بلادي سي اوني باغي والله راهم لي غاسيست سي سون كونتر نو، راك تشوفي كاع غير يشوفوا ان تيغوريست سي ان عربي سي ان مسلمان بان ان تيغوريست سي بو اتر ان شينوا سي بو اتر نيمبورت كي بوكو سي توجور نو. Il y a plein de gens qui sont contre nous, tu vois. Plein de nes. C'est un peu raciste ce que je veux dire, mais bied, des gens bied qui sont contre nous, tu vois. Pourquoi on n'a déjà les rahm ana, les rahm flibled n'tana, tu vois. Allez, je me suis dit, flouhta, on a l'arab, on est pas là. Alors, on a du côté des autres. بابا سالي كنقح لا ما باغينكش ما باغينكش تجي نتايا وتدي بلاصه خير بهم. انا نقولها لكم لا فيغتي الا من رحم ربي، قليل قليل اللي عندهم التربيه زينه. الاولاد نتاع فرنسا اللي زايدين هنايا ماشي في اوروبا اون جينيرال ماشي غير فرنسا زعما، مي قليل اللي كتكون عنده التربيه حسنه، يعني انه ما كيكونش فيه داك الحسد والبغض على الناس اللي جايين من البلاد. يعني كيقول لك ان الناس اللي جايين بالبلاد سيد عربيين همجيين حراقة زعما ما خصكيش انت تجي تفوتيهم. كانت معايا وحدة في الفورماسيون قالت لي وانا في الانفورماتيك نعرف خير بهم، وديك البروف ديالنا قالت لي حياة كانوا معايا دي فرونسي دي فرونسي اللي قراو كثر بيا، يعني ماشي يقراو يعني قاريين هنايا. عرفتي حسب بلي فرونسي اللي قراو هنا اي الو اي الو زعما سي كوا تي ان اتر هومان تي با افوار ان كونيسونس بلي فور كان اوتر سي با باسكو تو فيان دون اوتر بي كو سي بون. وقالت لي شوفوا قالت لي ديك البروف قالت لي قالت لي حياه تعاونيني مو غادي ناخذ واحد الجروب، انت غادي تاخذي واحد الجروب لي فرونسي يعني لي فري فرونسي الكور يعني النصارى ولا اليهود لا ما نعرف اسمو كاع الميله ديالهم وما قالوا والو، كانوا فرحانين كيقولوا لي وي ستو بلي اسكو تو بو تعاونينا وهكا وفرحانين. العرب ديالنا بغاو يموتوا، العرب ديالنا ما بغاوش يطلبوا حتى المساعده، العرب ديالنا عيت شدها في قلبها وما قدرتش وقالت لها ها سي بيان سا طلع لها الشان لا بلي داخ عربيه عربيه بنت بلادي تهضر العربيه حشمتني دوفون تو الموند. علاش 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 عندنا هذا الحقد على بنات بلادنا؟ علاش الا هي كتفهم خير بك ولا كتعرف خير بك علاش كنديروا بحال هكا؟ ما فهمتش والله الا فريمون كنتعصب من هذه الظاهره اللي كنشوف. كتقول لك لا بلي داغ تجي توري لنا ليدل واسمو نشريو فيها، انت كتعرفي كاينه وحده اخرى ما كتعرفش، وحده اخرى مسكينه يلاه جات من البلاد وكتقول لي حياه عفاك وري لنا واسمو كاين في ليدل، وري لنا الحاجه اللي فيها الكول، ولينا الحاجه اللي فيها الجيلاتين ما نشريوهاش. شحال من حاجه انا كنت كنتمنى انني حتى انا نلقى شي وحده تقول لي هذيك البرودوي اللي كتدوري عليه راه كاين في البلاصه الفلانيه. الا جيت وريت ماشي ضروري انني كنصيفط لك الميساج ليك، ماشي ضروري انني كنوريك ليك انت اللي كتعرفي كنوري لوحده اخرى اللي ما كتعرفش. انت كتعرفي سي بيان، الا عرفتي عاد شي حاجه خير بيا خليها لي في لي كومونتير قولي لي حياه لا هذيك الحاجه راه هكا وهكا وهكا، حتى انا منكم اتعلم يعني نكونوا بحال هكا ماشي نبقاو نجرحوا في بعضياتنا. راه حشومه 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 ديجا خليونا غير هاد لاغاسيست نتاع الكور اللي راهم محرمين علينا كلشي وتزيدوا عاد تكملوا لنا نتوما واسمو فيها. الا جيت من البلاد ودرت اليوتيوب وخدمت على راسي ومشيت كنخدم وتلاقيت بلاصتي في بلاصه اخرى في شركه وحده اخرى، علاش علاش ما فهمتش علاش هذا البغض وهذا الحقد وهذا الكم نتاع الكراهيه اللي فينا على بعضياتنا؟ والله الا هادشي راه كيمرض والله راه كتولي تتكرهيهم كاع. نقول لكم صراحه كنولي نكره العرب ديالنا، كتقولي بنقص ما نتعاشرش معاهم، نتعاشر مع قول وما نتعاشرش معاهم. لا اله الا الله محمد رسول الله، والله فريمون شي حاجه اللي كتألم والله حتى كتألم.
مي بون انا ما نديرو هذا هو الواقع. التربيه كل شيء على التربيه. هذاك الشيء كان حاولوا انكم تربيو ولادكم على ما عرفتش كنقول على التسامح. ما تربوش من ديك القاعده نتاع الحقد والبغض على شوف فلانه كي ولدها كي داير. شوف فلانه ناش جاي ولدك الا عنده شي موهبه في شي حاجه اخرى شجعيه على ديك الموهبه اللي عنده يقد منها غادي يطلع وغادي يوصل. ماشي غير حيت كيقرا الاخر هذاك ما كيقراش ولا ولد فلانه كيدير هادي ولدك ما كيديرش وكتبقاي تعايريه. راه من تما كياخذ ديك داك الطبع نتاع الحقد نتاع الكراهيه ونتاع انه يحسد الاخر. انا اللي ما نفهمش سيك المهم بغيت نقول قبل بلي هذا الشيء واحد النهار كنت نشوف دي فيديو في يوتيوب وبيان سور شوفوا اختاروا لي فيديو ما تيقوش كاع لي فيديو اللي كتفرجوا. المهم انا تفرجت شي فيديو نتاع دوك لي زيمام مي كنتفرج لي زيمام نتاع الامريكان تو عرب مي بارل ان امريكان ومترجم بالفرنسي. وواحد كان قال لي سيني نتاع لا فين دو موند تو في الاسلام يعني غادي الاسلام يكون كونتر لو ميم اسلام تي فوا. وانا من قال هكا جيت اه وي اوني ديجا دون ستروك. انا صحاب لي على لي تيرورست صحاب لي زعما قلت بوركوا ايزوتيليز الاسلام باش يمشيو يقتلوا صافي دير سون كونتر نو تي فوا راه حنا كونتر حنا اون فيت جي دي سي سا مي اون فيت نو يا سا مي يا اوسي هاد لي هاد الناس اللي راهم يقولون توا الكلوشار توا البليدار توا تي فوا الوغ كون ني باغي سي سا اون فيت كونتر. وهذا هو السيني نتاع نتاع لافان. واللي ما كنفهمش سي كاين هذوك الناس كيقولوا في الكومونتير كيقولوا وي لكم كنتو تتبعوا الاسلام نيشان ما تكونوش كاع في اليوتيوب ما تحكيوش حياتكم. الحمد لله عمرو ما درنا شي حاجه اللي كانت حجومه ولا عيب ولا عمرو الحمد لله. انا كنحس انني ما عمرو ما درت شي حاجه شي حشومه ولا فضحت راسي ولا درت شي شوهه باش نطلع ولا كنبغي نطلع وكراني درت البوز وكاين بزاف باش ندير البوز. سمع هذاك البيرسون اللي قالت وي لكم كنتو تتبعوا الاسلام نيشان ما ديروش كاع هذا اليوتيوب ما ديروش كاع ما تقولوش حياتكم ما تفيلميوش ما كذا ما كذا. لو كان هذه كانت فريمون تبغي تقول ميساج بوزيتيف باش تعاوننا هذاك سيتي غير باش تعاير سيتي با ميساج بوزيتيف. مي لكم كانت باغي تمشي ميساج بوزيتيف علاش جات عندنا علاش ما مشاتش باغ اكزومبل دائما كنعاودو نقولوها عند ساغيكول. روحوا عند ساغيكول شوفوا لي كومونتير غير شوفوا لكم وا بوتان فيديو زينه والله الا واعره هذا الفيديو مخيره عقلتي كاع لي كومونتير اللي بقينا حايرين كنقولوا غادي نشوفوا دي جون اللي ما يتبعوش كاع الاسلام تيوا ونمشيو نشوفوا لي كومونتير الناس كيديروا لها ديال لايك كيديروا لها. اذا بغيت نقول لهاد الناس اللي كيقولوا لنا حنا لي كومونتير ما ديروا لكم تتبعوا الاسلام لكم ما راكوش ديروا يوتيوب روحوا عند هذوك الناس اللي راهم يديروا داك الشيء وقولوا لهم قولوا لهم داك الشيء اللي قلتوا لنا بوركوا تجيو تقولوا لنا قولوا حتى لينا الا بغيتوا مي قولوا سورتو لهذوك الناس وشوفوا بون فريمون هذا ما غاديش نبقى نجبد كل خطره هذا الشيء مي فريمون تعلموا فوالا مزيان علموا ولادكم سورتو الا نتوما ما تعلمتوش. ماشي انا قليله على فئه قليله والله راه كاينين بنات الله يعمرها سلعه راه كنتلاقى غير مع العسل راه والله فريمون كنفرح واحد الفرحه انني كنتلاقى بنات بلادي وكيبقاو يعنقوا فيا ونتعانقوا ونتسالموا ونهردوا شي خطره كنتلاقى في اكسيون ولا في ليدر ولا شي حاجه ونهردوا ساعه تقدرت نص ساعه. المهم كل وحده وكيفاش على حسب الظروف فين كنتلاقاو والله الا فريمون كنفرح واحد الفرحه ما تصوروهاش. شتي الناس اللي انا بعدا هكا الناس اللي ماشي مزيانين كيبان على وجههم واه على وجههم يبان سي تروك دو فو والله سبحان الله سي سبحان الله. وانا ملي كنشوفهم كنحس مي ما كندير لهم شي نتيكات ما كنقولش بون هادو باينه ماشي مزيان كنخليه يهضر وابخي مع الوقت كنشوف بلي سي فري ماشي مزيان تي فوا كنقول سبحان الله ربي بين لي في وجهه بلي ماشي حتى تما. مي اللي مليح ما تبينولوش فهمتوا خليوه كومسا وبعدوا منه بتيت ا بتي سي تو سكي افير باسكو لو كون غادي تزيدوا تهضروا كومسا غادي تصدقوا في المشاكل ولا الناس اللي ماشي مزيانين الا نتوما راكو بعدوا ما تعاشروش مع الناس اللي مزيانين ربي مين غادي يبغي يبعدكم الناس اللي ماشي مزيانين
بول بنات المهم خرج شويه على الموضوع داكشي نتاع هاد النهار. هاد النهار كملت لنا البوطه والبارح كنت المهم البارح ما كملت لكمش الفلوغ حيت جات عندي فوزيه جات عندي لوستي لويساتي بزوج وراجل لوستي وبناتها وداكشي مزيه سلكتني البوطه بعدا في الكوتي بعدا درت اتاي والكيكه راه خلاص طابت في الفران وداكشي وجات واعره واحد الكيكه فريمون عمرو ما صدقت لي بحال هكاك ولكن تعرفوا ديك الزربه انك تعلمك على ساعه ولا نص ساعه بانها جايه وكتنوضي كطير كدير لي حاجه بالزربه درتها في 5 دقائق جات رائعه صراحه ان شاء الله شنو نجربها معكم. شنو بغيت نقول لكم ثاني قلت لكم البارح سمحوا لي ما كملتش البلوك حيت جات عندي فوزيه على زعما على غفله هكا هي ما قالتليش ما علمتنيش زعما من قبل باش نوجدوا هكا صافي ونطفي الساعه درت الكوتي هكا درت المسمن وهكا واحد الكيكه وحطيت داكشي القسم الله هي عاود جابت واحد الكيكه وجابت معها ديك كرواسون داكشي شربنا كويس اتاي وفي الليل عاود درنا عشيوه سهله مع هذا درنا دي تاكوس مع لي فريت وسلطه وصافي وسمخر وقلت لكم كنت كنقلي لي الفريته في المقله طابت لي المقله الاولى والمقله الزوجه كملت عليها البوطه داكشي دابا حنا جينا هنا للكارفور فين كيبدلوا البوطات نصور لكم جينا نبدلوا البوطه وشنو اخر وغنمشيو للخضره ناخذ شي الخضره مطيشه واللي خاصاني وداكشي المهم ناخذ شي حاجه اللي خاصانا ان شاء الله هاو كمشي يشري البوطات راه يخلصها المهم جاب جوج بوطات كومباغازار مشى عند خالتي هو البارح عند ماما وشاف عندها البوطه كامله قال لها جيبي نعمرها لك وشافها في اللوطه وقبيله امي جات فوزيه قلت له راه البوطات انا كملت لي كومباغازار كملت عندها في دقه واحده هذوك اللي عندهم الضو اللي زعما الصراحه سعداتهم فريمون والله اللي كيكون داخل لهم الضو يعني البوطه كتمشى بالضو مخير يتهناو بهذا المشكل لان كل خطره خاصك تعمر Et voilà le travail. Lol. Nous sommes dans le Lidl. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais vous faire 4 euros. Je vais vous faire un petit peu de vidéo. Je vais vous faire un petit peu. Je vais vous faire un petit peu. زوين المهم اللي بغاتهم لوليداتها ولا شي حاجه تجي تجي تشوفهم راه مرخص ندير لهم برومو فني ترى انت حلوين وي سكيلت زوين بحال هادي شتو بحال هادي تورغانيزي فيها زوينه هادي نديها مارتي دير فيها الصابون وهذا الشيء تقدرسل لك الكيسان دخل وهذا كدير فيه البرودوي نتاع نتاع الغسيل ديال الصوالح حتى وكتحطهم حدا الخرج تخوزو زوينه كتعجبني هاد الشجره اللي حدا الدار كاينه غير بوحدها مسكينه وجايه زوينه الو هذه صافي غادي بدي نشرح لكم الشجره اها اون فيبر دو بوليستير فوالا سا سي دو لا فيبر دو بوليستير هاد الحاجه خضراء سي واحد الكميات اللي الطبق الرئيسي يجي بنين به هذا الشاف موحى كيجي كيدي واحد الشونطيون كيرميه ما يخش كثر بنص غرام داكور ديرو كثر بنص غرام غادي يجي حلو بزاف ويقيسكم الديابيت
اقتصر شويه يلا. دير لهم ديك الحاجه نتاع بالاخر بعينك كيفاش كدير ديك بهذا. يلا سنتو دو ماجي. يلا غادي لكم كنقلع النظر اول حاجه وك نلصق هنا وهنا واحد الخيط. ها نتوما كيبان لكمش الخيط مين كيبان لي صافي. ها درك نهز الخيط ولكن نقدر نديرها خينيزم. يلا تقدروا تشوفونا في سبيكتاكل فاندغ 19 في اكتوبر صدق. المهم شتي ايوا شتو اشتا تا 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 اوليدات الحراتا قول عمي بوزكري عمي بوزكري طيب لي خبزي بكري قول مع لو غيتم اشتا تا 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 نا اوليدات الحراتا من نقول اشتا تا 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 نتقول اوليدات الحراتا اشتا تا 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 عمي بوزكري اشتا تا 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 شوف راه معد مع البوطه مسكين. المهم خدينا غير شي حاجه قليله من ليدل ما خدينا شي حاجه كثيره. Bonjour. Non. Voilà. Coucou Benet. واحد الشتا تبارك الله خيط من السماء ما شاء الله يا ربي. الشتا 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 تبارك الله حتى في وجده راه كاين الشتا. حجت لي واحد الدمعه. المهم تبارك الله الشتا خيط من السماء حسيت بشكل واحد الشيء شحال كيسير. واش يبان لهم ولا لا؟ لا ما يبان لهمش. هنا ها هو كاين هذا وكاين هذا صغير ماشي بحال الاخر كاين كبير. المهم تبارك الله واحد الشتا ما شاء الله. دابا انا غادي عند حماتي يمكن هضرت لها بالكوكش ولا لا ما كنت تما حيت انا كنت نخدم اللوطو حيت البارح لوسي قالت لي بلي قالت لي بلي ماما قالت لي غادي دير لنا بالكوكش على حساب سيد الميلود. ويمكن راه ماشي هاد السيمانه سيد الميلود سيد الميلود ان شاء الله حتى السيمانه جايه حتى الحج الجاي ان شاء الله تبارك الله الزناقه كيف دايرين. ويا 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 تقولوا فيضان الله يستر. او ما صبتش زعما شي بزاف من قبيله ولا راه غير واحد الساعه كم ساعه باش تشوفوا الطرقان تاع فرنسا راه ما يصحاب لكم شي غويكم الشيطان تقولوا المغرب اللي فيه الفيضانات على والو راه ما صبت والو زعما يلاه كي بدات. وديجا الفيضان لو كان تصب كيما كتصب في المغرب هو راه فضيحه راه القوادس والو في هذه المدينه راه في الهوده تبارك الله يا مولانا حتى نشوف شادي بها مضببه وهذه مضببه الزاج اي وي 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 شتا كتدخل لي شتو شوفو شوفو بغيت نقول لكم واحد الحاجه البنات انني كنت حطيت لكم واحد الفيديو هاد العشيه واحد الفيديو نتاع فيلم اللي تصور هادي عام وشي حاجه ولا عامين قرب عامين كاع يعني من البدايات نتاع لي فيديو ديالنا وكنت مازال ما مترد انني واش نحطه ولا ما نحطش حيت هادشي اللي خفت منه تحت فيه علاش قلعت الفيديو حيت ما فهمتوش المغزى نتاع الفيديو ما فهمتوش النوع نتاع الفيديو حيت اقتبسناه بواحد الفيلم اللي سميتو صو نتاع الخلعه كيدير بحال هاد بحال هاد عارف كنقول لكم بحال هاد الافلام التمثيليه كي او يا تبارك الله شهادت. المهم شفتكم انكم ما فهمتوش المغزى ما فهمتوش القر وفهمت بلي كيعجبكم يعني الافلام الواقعيه افلام نتاع الواقع حيت راني درت ديجا ديسكيتش كانوا فؤاد وداكشي وكانوا نالوا الاعجاب ديالكم عجبوكم بزاف كانوا لي لايك بزاف وداكشي حيت كانوا علاش كانوا بالعربيه
غير بالهضره و ومشاكل اجتماعيه مثلا الغيره ولا بحال هكا اللي كانوا عجبكم، وان شاء الله غادي نبقاو ندير لكم هذا النوع. ولكن هذا النوع فريمون فخور اننا درته وجا زوين صراحه. شنو اللي عجبني اكثر؟ فريمون فؤاد خدم عليه واحد الخدمه واعره، يعني المونتاج اللي دار عليه، انني كنقول ان حتى واحد في يوتيوب ما دار مونتاج كما المونتاج اللي دار فؤاد. فريمون كنقول له برافو عليك باسكو فريمون فيديو واعر. المونتاج انا كنقول من ناحيه المونتاج، اما التصوير اما التصوير عارفه كان عندنا مشكل كبير في التصوير حيت حنا كنصوروا غير بالتليفون يلا في البدايات نتاعنا عام وشي حاجه ولا شي حاجه، ولكن فريمون كنقول لك برافو عليك على المونتاج. فريمون دار مونتاج بروفيسيونيل، يعني بروفيسيونيل بروفيسيونيل والله. ماشي انا كيعجبني داك ما عرفتش ديجا هاد الفيديو اصلا غير شي حاجه كنت مراسي وكنا حشمانين. انا حشمت نهضر وكنت كنقول هذا البنات كي دايرين يلا ما كنت مولفه انا نهضر معاكم وتال ما تردد. وعلاش جاتني هاد النهار انا نحطو حيت جات مع هالوين جات مع داكشي الافلام تاع الخلعه وداكشي قلت نحطو راه عندنا اون ستوك. ولكن فريمون بزاف اللي عجبهم وبزاف عاود لي ما عجبهمش حيت بقاو كيقولوا اسمو هادشي اسمو هاد الدفيش ما تخربيق ناني ناني. قلت سي بون لاستون بي ما غاديش نخرى انا نبقى نوجع راسي مع هادشي غادي ندلعهم يوتيوب. مي انا يا فرحانه به وفخوره به حيت فريمون انا متت زوين وفؤاد دار مونتاج زوين. المهم بالنسبه لي ما شافوش غير يسمحوا لي، كان غير فيديو تاع الخوف في الغابه هذا هو المغزى نتاعو وكان فريمون واعر والله الا واعر. دوماج انني ما سينو الا شفتكم بزاف اللي كتقولوا رجعيه رجعيه غادي نرجعوا 24 وغادي نعلمكم باش تفرجوا له وصافي. بغيتو ديروا لايك ديروه، بغيتو ديروا كلمه خايبه ديروها اللي بغيتو ديروها. المهم بغيتكم دابا تفرجوا فيه حتى نتوما باش بزاف اللي قالوا لي في الكومونتير حيات ما شفناهش على مره كتهضر حيت خليت لهم كومونتير قلت لهم زعما بلي يبان لي ما فهمتوش المغزى تاع الفيديو. المهم علينا تبارك الله شتا خير تنسمى الله يرحمنا برحمته ان شاء الله يا ربي على قد النفع ان شاء الله يا ربي. دابا حنا غاديين عند حماتي و الى لقيتها طيبت الكوكش ولا شي حاجه ضروري غادي نصور لكم. الحمد لله يا ربي تفات عليكم الضوء بلا حيت ما جات واحد لوطون فاس وما كنشوفش ما كانش بالدرك ما تبانش كحله. اه وي سي فري مرتش على الضوء وهذا اللي ضرب لهنا. اه وي يلا الله يعاونكم طرق سلامه علينا وليكم علينا وليكم يلا بالسلامه غادي نمشي ندير شي اكسيد الله يستر مع الشتا ما كيبان والو دابا صراحه ما كيبان والو. كوكو بنات شتو انا قلت لكم خالتي قلت لكم غتكون دارت لنا بالكوكش ولا ولا يا سلام يا سلام مازال ما طابش يلاه هاد كيبدا حتى طاطو طيب لقيت شهاين وي والله ما هنا بالكوكش وهنا درت هنا درت مرميطه نتاع اللحم هنايا ها هو هذا جلبانه مع الشيفلور واللحم دارت الفواد وشكون ما ياكلش هذا طيب يسال هذا بالكوكش هذا عبد اللطيف وراجل فوزيه وسي وسنا انا غادي ناكل هذا غادي نطيح هذا عميه صافي مشى خاصني نسير شكون ما يطيحش عليه هذا بس تيجي بالكوكش صافي ما كنبغيش ما كليناش يمي يمي تا الريحه صافي طبعا المهم ماشي هنا كنت صحه والراحه يمي ها هو بالكوكشنا طاب تبارك الله وخد القصيعات ما شاء الله يمي 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 او هنايا مسكينه اللي دارت هنا الشوفلور وبطاطا وجلبان اللي ما بغاش ياكل بالكوكش. وبالنسبه بالكوكش راه دارت بالكوكش نتاع الجهه الشرقيه بالحمص والقزبر المعدنوس واللحم ايوا راه العطريه نتاعو ضروري الكبابه و انديس سوسوفا صحه وراحه وعواشركم مباركه مقدما